جد العروس. حطي راسك عمري هوا ده قلبي. شنو اخوي ايوب اليوم خارص اخذ حق الرب اخوي اليوم اخوي راه شنو هو انا الصباح نخدم انا اليوم اليوم حق ربي شتو دابا رانا قدام الفيلا عندهم الاب بالي طلع عليه دار مروان صرت واد البيس تخينا نزيدو عاد لعبه اخرى وديك الساعه نصرفو مش عام ندوا له جوج تليفون ثلاثه اخونا عاد صافي راه مشوفه تعرف هذاك الدري اسمه شو كراسو سكاب كنعرفوه على مش خايف ماشي ما خصنا حنا شي دعم شي خلاص هيا نقول لك انا شي باب يلا ضرب الدراج ما بنك الدراج يلا بصح حاشكم الدراج الدراج شبيه لي خيط كابي وقعدينيش في اليوم بنو تحفظ ورا شوان يعني بنو واش تخاف بنو موني الوقت يزون المهم هما يكونوا تفروا على راسهم مزيان السلام شيخ السلام خل عندي صاحبي واش حنا ركامل مخلوق من التراب اصلا انت في التصاور بزاف ديما ديما تقدر معنا حنا الفعاله صح شبل ومره اخرى ما بقاش يجي عندك صافي درت شي مره كل ورا تحول تخرج للبحر حيت التليفون جايبين لي شحال مون شي صافي اسمع نمشي بس على غير شحال اسمع انا خلينا اخويا ندور صافي فين شحال 20 ورجع للدرب راه ديما عندي الرئيس تاخذ راسك صافي راه نجيك اخويا ماشي صافي اش يرجع انت مالك يا باشير انا معرك عارف
خويا في تصاور بزاف هذا حرام تعرفني انا شو دابا بقى نسرق مع البنات يلا خويا خويا شي الله يسلمك ان شاء الله خير سديش عيني بجوز سكت ما كانش دنيا هاني عايشين ادور اليوم اللي مشات جامي شوي الو الو نعم يا بابا ها انا يلا خارج يلا جايه في الطريق صافي واخ اين هما دوك الشماكريين اللي كيكونوا هنا ولا شنو اه ما تعرفني صافي واخا انا جاي دابا يا اشنو القصدوره ديال راه مرفعه درك دابا تخي شنو ندير الديوان ديالها ولا خويا انا عندها علي علي تعرفوا انا بغيت نبغي نشري واش هذا الشيء قصدهم شي مزيان اختي اختي انا انت بغيت نهضر مع الوالده الدار امي مريضه اللي بغات تجيبها الدواء سيدي الله يحفظك في العين السلام دي جي بلس صافي اختي شنو نعرفو باش شنو نعرفو صافي صافي هي التليفون والله حتى نحضرو باش تنبل يلا زيد نوريك فين شكون انت معايا زيد ما تخافش وما تخافيش اختي وا زيد والله ما تخافي حق ماشي التليفون ديالك بغيت التليفون اخويا المهم صافي ها زيد والله يشي التليفون ديالك والله يشان جيبو تنبل انا ما تخافي بلا والو انا الدري عارف والله يشان المهم قبل هادشي انا بغيت نقولك شي هضره ودخلين دماغك مزيان المهم انا ديما شفت المحامي ديالي اقسم بالله عجبني بزاف وما لقيتش الفرصه اللي تندوي المهم دابا انا ما كرهتش من شي ديال بوحديتش ولكن علاش ما قلتيهاش ليا شحال هادي هضره سي دابا ماشي لقيتش الفرصه المناسبه والله علاش انت ديما كتشوفني بالحال واخا كنت ما تنزعمش نهضر معاك المهم دابا انا راه جات الفرصه المناسبه ودويش معاك دابا المهم دابا انا تعطيني النمره ديالك فهمتي تخليها ليا واخا التليفون ديالك ما كاينش المهم انا نجيب لك التليفون ديالك بلا ما تخاف عطيني النمره ديالك باش ما كان راه نهضر انا وياك صافي صافي شنو سميتك سميتي رجاء رجاء شرف واش هي ديالي ولا تتكون ديالي المهم انا نزيد نشوف هادشي ديالي بيدي الميز عطيكم رموانات التليفون عندي المهم التليفون كاع مش خايف قسما بالله عشان نجيب هادشي عرفت شنو علاش حيت دابا هادشي اللي بان الناس باش يجيو راهي في الله قرب معايا شكرا خويا والله ماشي مشكل على التليفون ماشي لا فهمت يعني كخديته ولا ما خديتوش ما عنديش مشكل هاني المهم انا التليفون نقدر نشري واحد اخر ولكن الاهم انه ما داش ليا الصاك ديالي كيف ما كتشوف انت عندي فيه باسبور عندي فيه الحمد لله وشكرا يا محمد شحال فيه 2000 درهم عندي فيه الورق ديال الدار والله يحسن العون وصافي هاد البلاصه خايبه حق الرب يقول لي كل حد داري دار بلا عفو في بنادم انتحاري دار بلا عفو وهودني من الكناري سخف هادي بنت الحرام وضحكاتني والله ضحكاتني شي خاط راسي تما نطعم ما عرفاش راسي مع من هي وحق الرب دابا اللي نفكر فيه انا يا خونا شنو ندير مع هذا خصني نفكر مزيان شنو واش نقسم مع 2000 درهم ولا شنو والله اش ندير له ديك اللعبه ديال كان هنا كان ليه اللعبة ديال الرو الدو صافي اللي ليها ليها الريط وهو بالقالب كتسحاب راسك يا فغزير بحدين وفينا المسخوط وش انا اول ما خدتي فيا يا اخي مروان وبعد من المون شي يفرح وحق الرب بسم الله قلت لك 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 شنو من الصباح خلاص انا شريفون انا ضررت لك على شريفون تقول ما جبتيش لعبه رحمك الله وشكرا ما جاوش بها كان مزيان هذا صافي نمشيو نفطروا شنو نرجعوا بخير
يا خيش هادوك الجو مشيو هاد اخويا فيهم التصاور بزاف هادوك شي غير باش مشينا عندهم دابا دير بطايط لي راه عرفت شكون كون ما كانش على وجه هذاك خونا اللي قلت لك سكابيو والله شنو بغيت نعوض الحق الله دابا شنو نغيروه؟ باش نغيروه شي واحد بصح انت مشات للدار واش انا مشيت للدار اخويا شنو بدل الحوايج نقصر ما مازال ما واكل ما واكل صافي شات المهم عشيه ندوز عند خياط نجيب الصاف صافي ويلا ان شاء الله عشيه تنتقاش غادي بوحدي ما دير شوفه خايبه عشرة مروح طبلوه عند بروراس ناس ضرر عشير شنو ندير الشوايه مش هالشوايه الشوايه بلا ما نقليو بلا تبارك الله لو تقول فخير سنة امين اخيرا يا شو زين احنا ما نشنو نديرو حنا كدرو واش درنا مروح لان شوما زوين وغاين شو المتشي دقو ذا الشي خربة قدر بها هذا شو هدري فاتشي اللي جديرو نشو شنو نديرو وقال لك بلا عمو وقال لك ما وقال لك عليه السريع محشوم عليكم شوفوا وليدات هاد الشي رادزنا منه قاع ولكن من متى حاجة شوفوا المستقبل ديالكم وانت سير اصاحبي بقا تقول تقول والو سير مروان يلا سبحان الله مشي مروان الله ياخذ فيك الحق اولدي سير الله ياخذ فيك الحق صافي عمي الفقاي صافي ديرها فيا انا بحال اللي درت بحال اللي ياخذ فيك الحق اولدي صافي والله من سمح صافي 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 نصيحه نصيحه لله من عندي صافي صافي شوف اولدي راه تنشوفك انت بالحومه العزيزه ليا راك غتخليك كبر فيها شوف شي صديق صالح هذاك راه غادي يخرج عليه راه فراسو نشوف انت راه عزيز عليا راه الله يتا عزيز عليا راه صافي عم الفقي انا والله تا باغي نشوف حق راه ما لقيتش اللي ينصحني شوف ولدي شوف الله سبحانه وتعالى باش يطرق الله سبحانه وتعالى راه ما غتشوفها الخير صافي ان شاء الله بقول الفقي تشوفها الخير انت عزيز عليا ولدي ماشي مشكل ماشي مشكل الله ياخذ في حق هذاك الشيء ام الاه اللي قال لي درتها فيك عم الفقي ماشي مشكل ولدي ماشي مشكل انت عاد جاي دابا صافي من قبل دينا وكاسه انت قسم فوق خاصه خلي بالنا والله مش صافي انا البلاط قلنا فهمش كيشخدم وفخايب هاي الفقايه هو اللي تخلي بوحديش بنادم حيد له ديالو ما تسمعني مرحبا واش تسمعني واش تسمعني انا نقولك واحد القضيه واش تسمعني اخويا شكاره اخويا صافي اخويا شنو ولي الحق يعني قاسي مالي اخويا صافي الحمد لله الخدمه ديال الحلال لا مروه هذه لا اخويا صافي لا مشي وصافي لا اخويا بدينا نسلب ما كاينش لا لا ما كاينش الحلال اخويا الله يعفو عليك انت شبنا ديك الطريقه اخويا كونتراك هذاك مسير هذاك الشيء كاع انا كاع ما جيت انا نخدم هنا واش بغيتي نكمل معاك اصاحبي دابا خاصني نبوح حتى صافي لا بغيتيش نهضر مع المعلم ويخدمك معايا لا ما نطلع اخويا ايوب حق الرب الحمد لله 30 درهم 40 درهم حلال ماشي شي بنت لا والله ما بدلني شي واحد انا داك الطريق صافي مليش من ناحو بغيت نخدم فيه شوف خويا اللي بغيت ايوب انا كنتقدرش معاك انا احسن حاجه دابا انت اخويا سمع دابا انت اخويا بغيت نهضر لك مع المعلم تخدم بالحلال مرحبا اخويا ما بغيتش شي اخويا ما عندي ما ندير خاص صافي عند خاص صافي اخويا انا اخويا صافي وعمرك الله يسهلك اخويا امين اخويا والله يعفو عليك اخويا ايوب امين يا ربي ان شاء الله يعفو عليك اخويا وي دري صاحبي عشيري وخويا حق الرب ما بغاش ولا الطريق واش هذاك الطريق مسلك تكون انا مزال غالي شاب وحق الله هو دويش ما انا قلت له انا المعلم نهضر لك معاه غير الله يعفو عليه وصافي حق الرب خاطر ما كنظنوش بفهم ناقصه هاني قال لي المعلم ناقصه على شي العايبه معلم انا ساليش الطنوبيل
هاد الهضره ما عندناش معاه حنايا هاد الهضره حنايا عبر ما تقول لنا اولدي دابا نتوما لا خويا شوف شوف البياسه كي دايره شكون يهبل لك الناس خويا طرايف عندها شي والله خويا تسطال الحق راه شنو دابا تكتب لك شنو صافي شو الى جد ممكن يا اذا من خشيا واش ما تجيش ولا شنو هو راه نبلوكي هاد النمره هاد والله ما صدقتي برا انا نبلوكي مواد النمره ها انا نبلوكيك انا نبلوكيك شد شد تشكيلك رجلي ضراري شنو